بمناسبة الذكرى السنوية لشهداء حركة وارثون الإسلامية وفاجعة الكرادة وإيمانا منها برعاية أسر الشهداء، أقامت مؤسسة الشهداء في مقرها ببغداد مأدبة إفطار لذوي الشهداء وفاء وإكراما لتضحياتهم. وفي تصريح للعراقية الإخبارية أعلن رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي عن استحصال موافقة لإقامة نصب لشهداء فاجعة الكرادة. أمس رمضانية التقينا بعوائل الشهداء، تم استذكار شهداء حركة الوارثون الإسلامية الذين يصادف ذكرى استشهادهم اليوم في 26/3/1990. تم إعدامهم جميعا، وهي حركة إسلامية كبيرة جدا كان هدفهم إسقاط الطاغية يعيد الجيش، وكان هدفهم كبيرا من أجل تحرير العراق من الظلم والديكتاتورية البعثية. اليوم هي ذكرى استشهادهم، تم اللقاء بمجموعة من عوائلهم الكريمة، وكذلك تم اللقاء بشهداء فاجعة الكرادة. النصب التذكارية هي من صميم عمل مؤسسة الشهداء، استحصلنا مكان لإقامة نصب شهداء الكرادة، وإن شاء الله تعالى سنحصل على مكان من أجل إقامة نصب لشهداء حركة الوارثون. اليوم أيضا يجتمع أبناء الشهداء من أقصى العراق إلى أقصاه لنؤبن من جديد في هذا الموسم السنوي ذكرى استشهاد كوكبة الضباط والمدنيين الأحرار الذين قادوا ثورة الوارثون التي انطفأ ضوءها وخبت في 1990 بعد إعدام هذه الكوكبة الكبيرة من الضباط والمدنيين الأحرار. مؤسسة الشهداء قامت بتكريم شهداء حركة وارثون، وكذلك ذكروا ضحايا النظام السابق اللي انقطعت ايديهم كذلك في 26/3/96، نفس التاريخ اللي قامت به حركة وارثون بإعدام هؤلاء الضحايا.